هذا انا سينجل من فتره دخلت لاشهر سيرفر عربي في ماينكرافت اكيد كلكم تعرفونه جاي يصير حاليا في الطين فتذكرت انا في اشهر سيرفر عربي في ماينكرافت وقررت اروح لبيوت المشاهير واحط لهم علم فلسطين قدام البوابه كدعم وحبي وتقديري للقضية الفلسطينية وبدأت بيت مصطفى جيم اوفر كما تشوفون هذا بيته وتم حطيت العلم اذا العلم طلع حلو على بيت مصطفى جيم اوفر فحط لايك وهنا يا عزيزي المتابع بيت سالار الكركي وكمان راح نحط عليه العلم هذا العلم حطيناه وان شاء الله كان في المكان الصحيح ووصلنا البيت مرتضى الرضاوي وراح نحط له كمان العلم وهذا حطيناه واتمنى كان يليق بالمكان فاتمنى اذا عجبكم الشورت لايك واشتراك في قناة سينجل.